طيب تمام؟ اول سؤال بيجي لحضرتك او اي حد من الساده المشاهدين يسال حضرتك، يقول لك ان دلوقتي انت عملت زرع، معنى كده ان انت حطيت مسمار في اللثه عندي او في العظم الفك. تمام. طيب هل لي السايد افكت بتاعه؟ طيب هل هيوجعني؟ هل هاجي بعد فتره احس ان هو في الم فيه او يعمل لي مشكله ما؟ ازاي الفك احط فيه حاجه بلاتينيوم او معدن؟ بص يا فندم، هو انت اساسا فكره البلاتينيوم دي اساسا يعني فكره الزراعه اساسا بتاعه الاسنان جايه من فكره الشرايح بتاعه المسامير والمسامير بتاعه الناس اللي هم لا قدر الله بيحصل لهم كسور. تمام؟ هم لقوا يعني ان لما الشريحه او المسمار بيتحط في عظم الانسان عشان يثبت عظم مثلا لا قدر الله مثلا دراعه او رجله مثلا اتكسرت، لما الدكتور بيجي يشيله بعد فتره لقى ان هو المسمار دوت او الشريحه دي بتبقى ايه؟ ثابته. تمام؟ فقالوا طب احنا ليه ممكن ما نستخدمش حاجه زي ديت بس في عظم الفك؟ تمام؟ بس فهو هي فكره بقى الزراعه جت من هذا المنطلق، ان احنا ممكن نستخدم التيتانيوم، تمام؟ نستخدمه نحطه في عظم الفك ونسيبه لفتره معينه لحد ما يحصل حاجه اسمها اوس اونتيكريشن او العظم يتجمع حوالين الزراعه فالزرعه تمسك. تمام؟ نوع بقى ان هي ليها اضرار او ملهاش اضرار؟ لا، يعني هي الزراعه ما تعتبر ملهاش اضرار. كان زمان الزراعه قصه ان هي ممكن تتعمل بجراحه وان هي مثلا بيشنس او المرضى بيخافوا ان هم يدخلوا في قصه زي ديت، ان هو لا ده انا هزرع وهعمل عمليه. دلوقتي يعني نقدر نقول ان هي في حالات يعني او يعني معظم الحالات ممكن تتعمل بحاجه اسمها فلابلس او من غير جراحه اساسا. تمام؟ في قصه ممكن تاخد لها مثلا حوالي نص ساعه مثلا بنكون مخلصين العمليه كلها، تعمل طبعا تحت بنج موضعي او مخدر موضعي. تمام؟ وبتتعمل طبعا ما فيهاش اي الم وما لهاش اي اعراض طبعا، لو الشخص طبعا اللي هو بيبقى مركب الزرعه ديت مهتم بيها، لان هي بتعتبر زي السن بالظبط.